منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 والاقتصاد الفلسطيني الذي يتشكل في غالبيته من المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعاني من عدم الاستقرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته حتى هذا اليوم، الأمر الذي جعله اقتصادا ضعيفا وتابعا للقوانين الإسرائيلية العسكرية التي هدفت لإضعافه ومحاصرته، لأن قوته وتطوره يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم. في العام 1999 تأسست فاتن، وكان هدفها الأساسي تمكين الاقتصاديات الصغيرة والمشاريع المتوسطة، واضعة في خطط عملها التحديات الكبيرة التي ستواجهها في سوق متغيرة الظروف وغير مستقرة. ففي العام 2000 اندلعت الانتفاضة الثانية، وباشرت إسرائيل بناء جدار الفصل العنصري، ونصبت مئات الحواجز العسكرية، وفرضت حصاراً على قطاع غزة تبعه العدوان العسكري في الأعوام 2008 و2012 و2014. منذ تأسيسها لغاية الآن وهي تواجه التحديات، وتحديداً الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية وفي الحصار والإغلاق على غزة وفي العدوان عام 2008 2012 2014، ورغم كل هذه الظروف ورغم الحواجز ورغم الجدار الفصل العنصري، استطاعت في ظل هذا الصراع انه مؤسسة فاتن تستمر في منح التمويل، واصبحت تجربة غنية يحتذى فيها. واستمر العمل عاما بعد اخر لتصل مؤسسة فاتن الى اكثر من 500 موقع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس، وليصبح عدد زبائنها زهاء 30,000 مقترض، 48% منهم نساء، بمحفظة قائمة تصل إلى 63 مليون دولار. وبلغ عدد القروض أكثر من 135,000 قرض بقيمة 250 مليون دولار. ويدير المؤسسة 190 موظفاً وموظفة يعملون برؤية واضحة أساسها استدامة المؤسسة واستمرار دعم الناس وفق خطة استراتيجية تراجع بشكل دوري وعند كل طارئ وعند كل عدوان. فاتن هي حريصة على إعادة تأهيل الناس ودمجهم واشتمالهم في النظام المالي الفلسطيني حتى ما بعد الصراع وخلال الصراع، لأن احنا لازلنا في تحت الاحتلال، لازل الصراع متوقع في أي يوم. فاتن حققت النجاح لأنها وقفت إلى جانب الناس التي لديها الإرادة في أن تبني وتستمر مرة بعد مرة. الحقيقة الوضع الاقتصادي بيتحدث عن نفسه، الشوارع فارغة من السياحة ومن المارة، الوضع الاقتصادي في المدينة شبه مدمر طبعا نتيجة الحصار الاقتصادي اللي بيفرضه الاحتلال والإجراءات اللي بتعمد فرضها على المدينة لتدميرها اقتصادياً وتجفيفها وإضعاف صمود المقدسيين في داخل هذه المدينة. توجهنا لكثير من المؤسسات، هذه المؤسسات أو البنوك بتفرض شروط صعبة وقاسية. مؤسسة فاتن الحقيقة تعاملت معنا بشكل جيد وتفهمت وضع المقدسيين، تفهمت وضعنا، شرحنا لهم الظروف، وهم طبعا هم بيعرفوا الوضع في القدس، فالحقيقة انه ساهموا في مساعدتنا واحنا بنكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لانهم بتفهموا وضع القدس وبيحاولوا كل جهودهم
إنهم يدعموا المدينة اقتصادياً. يعني نحن والله يعني الحرب صعب جدا جدا جدا، مساء صعب جدا. يعني انا بهذا محلي بقيت رزق عيش، يعني بقيت اكل منه. اول ما انا بديت مع مؤسسه فادن بقى بداية يعني عيش بسيط هو، واخذت قرض منهم والحمد لله بقيت يعني تليت وجبت مجمدات عندي، بقيت ثلاثتين مجمدات وبقيت ابيع وترزق واسد القرض منهم من نفس ابيع من المرزق. لما هجينا من البيوت ورجعت فترة ثانية جيت لقيت البيت كله مهدم ولقيت المحل كله مهدوم، والله حسيت روح بدها تطلع، لأنه هذا رزقتي. يعني الواحد بترزق منه بطعم أولاده منه 12 نفر بكل من هذا المحل. بعدين الحمد لله والله الله صبرني ورجعنا الحمد لله زي ما أنت شايفة، هنا رجعنا وقفنا على رجلينا وبنينا قد ما بنقدر، يعني بنبني فيه شوي شوي، بحط فيه يعني قد ما أقدر على إمكانيتي لإبضاع أحط فيه. أنا كان عندي مشروع صغير، بقالة صغيرة، وتوجهت لمؤسسة فاتن يعني ودعموني وعطوني يعني بضاعة، نزلوا البضاعة، كبرت المشروع يعني صار سوبر ماركت تقريبا يعني، والحمد لله يعني كان مشروع كويس ونجح، وكنت اعتش منه يعني أنا والأولاد والحمد لله وتمام كان، وراح في الحرب ورحت توجهنا، كنا في المدارس، احنا في مدارس الوكالة قعدنا 51 يوم. بعد ما رجعنا لا لقيت مشروع ولا لقينا البيت الحمد لله، نواني لفترة يعني مش قادر أدفع، هم مسهلين معي يعني وماشيين معي. أنا تقدمت لمؤسسة فاتن لأفتح مشروع وعيل أسرتي، تقدمت لهم ووقفوا معايا وعينوا مكان عملي وفتحوا لي محلي في المرحلة الأولى، والحمد لله الله أنعم وتفضل علي واشتغلت تمام. في الحرب الأخرانية هنا علينا على غزة تعرض محلي للقصف وتضررت طبعا. بعد الحرب أنا وقف عملي طبعا، مؤسسة فاتن أثناء الحرب طبعا لكل مشتركينها هي كانت تهتم فينا كتير، وبعتوا لي رسالة مسج لجوالي إذا كان سابك أي مكروه صوبت أنت أفراد أسرتك، سبك أي ضرر بنايتك على مكان عملك أي ضرر، ياريت تتوجه إنا لمؤسستنا. توجهت لمؤسسة فاتن لأنه أنا كنت ماخد منهم مبلغ، وهذا مبلغ لازم أنا أشتغل وأعمل عملي بعدين إيش أرد الفلوس اللي أنا أخذت لهم إياهم. هنا أنا مشروعي وقف، فضل الله قامت مؤسسة فاتن بإعادة جدولة للبرنامج اللي أنا أخذته منهم، وقاموا بعاود بإصدار مبلغ تاني إلي تعويض مساعد يعني على أساس إنه أنا أرجع إيش أعيل محلي وأعيل أسرتي. نماذج لأعداد كبيرة من شركاء فاتن الذين قدم لهم الدعم بأشكال مختلفة، منها المنح والإعفاء وإعادة الجدولة لقروضهم. بكل تواضع بكل فخر، هناك مسؤولية مجتمعية كبيرة قامت فيها بدور واسع خدمة للمجتمع الفلسطيني طيلة ال 15 سنة الفائتة. ففاتن يعني استطاعت بالفعل كمان إنها هي إنها تخلق عدد فرص عمل وخلقت قصص نجاح كبيرة في الوطن، ولدرجة إنه إحنا فزنا بعدة جوائز في المجتمع اللي هو الفلسطيني والمجتمع الدولي والمجتمع العربي. بالرغم من كل المؤيقات والتحديات وبناء على ما تجسد من نجاحات، تطمح فاتن لأن تصبح بنكاً تنموياً لكي تستطيع توسيع قاعدة المستفيدين في مختلف المدن والقرى والمخيمات، لتصنع فرص عمل جديدة تسهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحسين ظروف الفئات الفقيرة والمهمشة.